وفي مقابلة بنشرة سابقة أكد السيد جعفر سعيد أحمد رئيس قسم التخطيط والدراسات ومتابعة الشكاوى بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أكد تشكيل فريق مشترك يضم جميع الجهات المختصة لضمان عدم وصول هذه البضائع الفاسدة إلى الأسواق. تلقينا شكوى أو الجهات المعنية الرسمية تلقت شكوى من أحد المواطنين بوجود مخزن في منطقة الهملة في أفراد داخل المخزن يقومون بتغيير صلاحية المنتجات من خلال لصق ستيكر أو لصق ملصق عليها لتواريخ قادمة. فبالتالي باشرنا الإجراءات المطلوبة وشكلنا فريق مشترك يضم من مختصين من وزارة الصحة ومختصين أيضا من وزارة الداخلية للوقوف على الشكوى. تحققنا من المخزن وما يدور داخل المخزن، تبين لنا أن في عمال يقومون بتغيير صلاحية المنتجات، وبالتالي أخذ إجراءاته وتم تحويل الموضوع إلى النيابة العامة وجاري التحقيق حاليا في هالخصوص. شكلنا فريق مشترك يضم جميع الجهات المختصة، تحققنا من صلة الأفراد اللي تم ضبطهم وشنو عندهم من سجلات تحققنا منها، ورحنا زيارات تفتيشية للمحلات وفعلا تم غلق أحد المحلات، وهي أحد المحلات تواجد في نفس البضاعة الموجودة في المخزن لأنهم نفسهم لهم صلة في المخزن. وفي نفس الوقت النيابة العامة جاري التحقيقات من خلالها خصوص هاي الأشخاص.